بسم الله. اللهم اشرح صدورنا الإسلام والإيمان والإحسان يا حنان يا منان. يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، ولا طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خاطر ربي يكلم فيك، لو تعلم اللي ربي يكلم فيك مش ترى اللي صيام خير من الفدية. وهذا قلنا الصيام راهو الوحيد عمل لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجازيك به أيما جزاء، جزاء أوفى، وإنما يوفى الصابرون أجر مثل الحساب. صبرت على ربما ثقل الصوم في الحر مثلا، ما أنا صبرت ذاك ربي يجازيك عليه، إنما يوفى الصابرون أجر مثل الحساب. فما بالك في حالة اللي تصوم لله، مش عادات وتقاليد وهل والخنار الرأي متاع الضايعين عن فرصة الإسلام. قالوا والله يا عديد رمضان صايم فرحان، باش فرحان خطر الهمام فرحان باش تلم الشمل، أما أنت مكش فرحان اللي يزمك تصوم على مقتضى الأمر الإلهي، واجب عليك الصيام، لأنه الصيام هو من قواعد الإسلام خمس، والسلام علينا آل التوحيد وآل الإكرام. أمين يا علام يا حنان يا علام يا حنان يا حنان.